طبعا دكتور، شاهدنا صور صادمة، صور مرعبة لأشخاص قالوا لهم أو قيل لأهلهم لا نستطيع علاجكم، مستشفياتنا هذه قدرتها وهذا ما نستطيع تحمله وهذا ما نستطيع استقباله، وبالتالي لا طاقة لنا في علاج هؤلاء، اذهبوا بهم إلى المنازل، وربما عطف الله وقدرة الله هي فقط من ستكون لهم علاجا. طبعا قدرة الله مهمة، لكن لما نكون في مثل هذه الوضعية الصحية فالأمر هنا خطير وخطير وخطير جدا دكتور. نعم، هلا احنا المرضى لأنه ما في عندنا طاقة كافية لاحتواء جميع الحالات، فبنعمل زي ما بنقول بالتدريج، بندور على ايش المريض اللي عنده نسبه يطلع من نسبه عاليه من انه يطلع من المرض. فلذلك حطينا الدكتور في موقف كثير صعب، يعني الدكاتره بيعانوا من اتخاذ قرار مين بالاحرى يعيش ومين يتوفى، يعني بعد امر الله دائما، بس انه لانه في كثير مرضى ما بنقدر نعطيهم اللايف سبورت بيس انه اكثر من 65 سنه مثلا. هلا القرار عندنا من قرار وزاري انه اذا يكون في ازمه في اجهزه التنفس او اجهزه اللي هي اللايف سبورت ما في كفايه، فلازم الدكتور يختار لمين يعطيه ومين ما يعطيه. فالحد انعمل على فوق ال 65 سنه، يعني المريض اللي فوق ال 65 سنه مأزمه حالته ولازم نختار بين مريض تحت ال 65 واكثر من 65، اللي فوق ال 65 نضطر نروحه او إن ما نعطيه اللايف سبورت اللازم لعلاج حالته. فامر كثير صعب والدكاتره كثير بيعانوا من هاي القرارات، وصراحه ازمت عندنا بطريقه حاده جدا، يعني حتى نفسيه الدكتور عندنا بقسم الطوارئ يعني تعبانه وعلى ساعات كثير من الشغل وفوقها تحط عليه يضطر يتعامل مع هيك قرارات، والله صعبه صعبه.